الأستاذ الكريم النقيب سيد بركة نبيل على دأب الشرفاء العلويين العلميين على الوقوف دائما مع إخوانهم من طنجة إلى الجويرة. هذا الترابط والتلاحم في السراء والضراء، وأنتم لاحظتم وسمعتم إلى فقهاء الضريح وحفظة القرآن الكريم الذين خصصوا آيات من الذكر الحكيم وكذلك ذكر الاسم المفرد واللطيف تضامنا مع إخوان الذين قضوا في حادثة الزلزال بمنطقة الحوز. في هذه المناسبة نرفع أيدي الكوفة والضراعة أن يشمل جميع موتى الزلزال بالمغفرة. وهذا دعونا مع مولانا السلطان سيدي محمد السادس حفظه الله على منواله ومنهجه في تعامله مع الأحداث الوطنية. ويمكننا القول في أن هذه الليلة هي ليلة مباركة وعظيمة جدا، حيث سنستغل فيها فرصتان. الفرصة الأولى هو هذا إحياء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استمعنا إلى هذا المديح الذي كله إشارات بالغة إلى قيمة سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثانية هو المناسبة شرط، وهو اختتام بهذا الذكر الذي ابتدأت به الطريقة والمحبين، سيكون اليوم بحول الله تعالى خاتمة خير وفي ميزانه وحسناته الذين قضوا في هذا الزلزال.